شباب اكو شيء تشوفوه بالسكا وبهمينه بالسكا بالبلديشيه. طبعا هو نازل يعني دل طباعة صار خطب، انه مرات تشوفون الفروه مال الراس وسخه او متوقفه، يعني بها فد جروح او فد شيء، او بها جيجد نفس من ساعه تينيا سكيبي كابتيز، بس شنو ليش يصير بها جروح؟ حسركم اياها، هاي ما لها علاقه بالنيل شباب، هاي جيجد انه هم بفروه الراس. شوف شو يصير هسه، احنا هنا قلنا هاي التينا كابيتيز، شوفوا انه صار فراغات بالرأس، مرات هاي الفراغات يصير بها تقرح جروح، هاي شو نسميها احنا؟ هاي نسميها جيجد سكيل، جيجد سكيل. اوكي، هاي بس تحت اضيف لكم هاي الملاحظة، وراح نبلش بالنيل ان شاء الله. النيل شباب نسوي نسبكشن للجرومينج والكلينس، يعني هنا شنو هو؟ بالجرومينج انه نشوف الشكل مالته، القوام مالته، انه لازم يكون كلين وماني كيوت، يعني شنو؟ يعني نظيف وضمن الاطار مالته، ضمن الاطر مالته. اذا طالع من الاطر اذا كان مو نظيف هذا نعتبره مو طبيعي. واضح شباب؟ هذا المقطع هذا راجع للفوق، يعني تابع لهذا، صار خطا املاء، يعني بعد PDF ما اقدر اعدل عليه. زين، هسه بابا معناه شفنا انه الاظفر نظيف ما بيفيد مشكله، راح نجي بقى الكلر والماركينج، يعني الحدود مالته نشوفها ونشوف اللون. المفروض دائما تكون بينك، لونها وردي الأظافر ونظيفة، واضح؟ ولونها وردي، ويعني صار بالشكل، يعني الحواف مالته بشكل طولي. اوكي، بشكل طولي، هاي نعتبر طبيعي. اذا شفنا الأظافر شاحبة قد يكون المريض عنده فقر دم، يعني بيل معناته فقر دم، ساينوسيز بها زرقاق معناه المريض عنده هايبوكسيا، يعني شنو؟ يعني المريض مالتنا عنده فقر، اسمه عنده قلة أكسجين بالدم. عندنا هنا اكو يسمونه بيز لاين، هذا البيز لاين شنو هو شباب؟ بيز يسمونه هم بيوز لاين، بيوز لاين يصير فد كسر، نفس الكسر او فد خط بالاظفر، راح اوريكم اياه هذا البيز لاين. شوفوا شو يقول ترانسفيرس لاين ان ذا نيل، يعني يصير فد خط عرضي بيمن بالاظفر نتيجة تروما ضربة، ومرات من البرد يصير نتيجة تروما ضرب واحد ينضرب على الاظفر مالته او نتيجة برد. هم راح اراويكم يا شباب، شوفوا هذا تشوفون هذا اظفر، هذا الاظفر كامل، وهذا الخط اللي يصير اللي قلنا عليه هو شنو؟ بيوز لاين، بيوز لاين. هذا شوفوا شباب، هذا موجود، هذا هم يعتبر مو طبيعي. زين، شفنا الكلر مالته وخلصنا، نروح وراها للشكل، الشيب اند الكاونتر، المحتوى مالته والشكل المفروض يكون دائري، راوندد شبه الدائري، وسموث ناعم، سلايتلي كيوفرد اور فلات، عادة يقلك قليل يكون شوي محدب واضح، او قد يكون فلات طبيعي يعني مسطح، كونفكس كيور يعني يقلك دائما التحدب مالته من فوق، يعني يجي مثل الامبريلا، مثل الخيمة. اوكي، يعني الفراغ يصير اللي جوا والتحدب مالته اللي فوق. شوف شباب، اذا شفت بيتينج، يعني مثل واحد انه دائما يقرب اظافره واصابعه، شو يصير؟ ما متناسقه، فهاي البيتينج. احرقكم اياها، يقرب اظافره واصابعه، يعني بحلقه العفو باسنانه. شوفوا شباب، هذا بقى هذا شلون؟ هذا دائما يقربهن باسنانه، يقرب اظافره باسنانه، بيكون يصير عنده بيتين يسمونه، هذا يسمونه بيتين، تشوف هيك ما متناسقات، مو كلهن نفس التقريره مالتهن، واضح؟ زين، هذا مو طبيعي. زين، تشوف عندك يسمونه البارونتشيا. شوف شباب، عندنا اكو بارونتشيا وعندنا يسمونه الكايلونتشيا. البارونتشيا انه شو يصير؟ يصير ورم سويلين ريدنس، حتى تركزون بها، من يصير الاظفر الاطراف مالته متورمه وحمره اسميه بارونتشيا، ومن يكون لا مثل الاسفنجه، يعني وكانما الاظفر طايف، هسه راح اوريكم الصوره مالته، هذا شو نسميه؟ نسميه الكولينتشيا. الكولينتشيا شو يقول؟ سبونج شيب نيل، مثل الاسفنجه، وهذا ما نشوفه عادة لما الناس عندهم فقر دم بها نقص حديد،
جيب ناقص حديد عادة يكون هيج أظافرهم. فراح أسوي أراويكم البارونشيا والكايلونشيا، شوفوا راح أراويكم إياها. شوفوا شباب، هذا بارونشيا، هذا التهاب صاير بأطراف الأصابع، متورمة هاي الأصابع وصاير بيها جراحة وما أعرف شنو مرات. يعني هو أصلا يسمونه البارونشيا، يسمونه الداحس، يسمونه الأصبع الداحس، يقلي أصبعك داحس راح ينشل على الأظفر. هاي تاليته ينشل على الأظفر لأنه مكان التهاب المحيط بالأظفر. وهاي الكايولونشيا، هاي شوفوا شلون الأظفر كأنه طايف طالع منا ومنا، واضح؟ تشوفوا شباب مثل الإسفنجة. هذا يصير عند الناس اللي عندهم فقر دم نتيجة نقص الحديد. أوكي، بعد شوف شنو عندنا بالأظافر. والله طبعا اختصرت لكم اختصار كلش كبير، ولا إن شاء الله راح أجيب لكم هاي منهج من جامعة بغداد. شوف الطعمة، شوف شباب، هسه شفتوا الشيب وشفتوا الكلر وشفتوا الكاونتر وشفتوا الكلينس مالته. راح تجون للبيس أنكل، تشوفون القاعدة مالت الأظفر. يقول المفروض الأظفر درجة الانحدار مالته يعني بين الجلد وبين القاعدة مالت الأظفر المفروض هي تكون 160 درجة، مرات نلقاها 180 درجة ومرات نلقاها فوق 180. فإحنا إذا 180 أو فوق 180 نسميها كلوبينج. أوكي، نسميها كلوبينج يعني الأظفر المحدب. هذا إذا 180 ونشوفه بيا حالة، بحالة البوليسايتيميا، الناس اللي عندهم زيادة بكريات الدم الحمراء، هذا نسميه ايرلي. فوق ال 180 نسميه، أو 180 نسميه ايرلي كلوبينج. إذا عبر ال 180 شو نسميه؟ نسميه ليت كلوبينج. يعني واحد نسميه التحدب المبكر، وواحد نسميه التحدب المتأخر. التحدب المبكر هو شنو؟ الايرلي كلوبينج 180 درجة. الليت كلوبينج التحدب المتأخر لما يكون أكثر من 180 درجة، وهذا نشوفه بحالة الهايبوكسيا، قلة وجود الأكسجين بالدم. زين، وراح أراويكم الكلوبينج. شوف شباب، شوف الكلوبينج، باع الأظافر شلون صايرة وكأنها أظافر مال من؟ مال ذيب هيجي. هذا يسمونه الكلوبينج، كلوبينج نيلز. زين، إن شاء الله مقنع شي شباب. هسه وصلنا إلى من؟ وصلنا إلى البالبيشن. بالبالبيشن راح نشيك النسق والقوام، التكستشر والكونسستنسي. التكستشر هو القوام والكونسستنسي هو النسق مال من؟ مال الأظفر. المفروض الأظفر مالتنا يكون هارد صلب ويكون فريم اوف نيل بيد، بدايته تكون يعني غير قابلة للحركة، الأظفر ما يتحرك. أوكي، بدايته من ناحية الجلد ما يتحرك. مرات نشوف الأظفر، نشوف مرات الأظفر يعني نشوفه thickened nail due to lack circulation. مرات تشوف الجلد، يعني قصدي الأظفر، تشوفه يعني متثخن، بتثخنات نتيجة قلة وصول البلد، يعني lack بالcirculation. مرات أكو حالة شو يسموها، يسمونها الأونكيولايسيس. الأونكيولايسيس وش يصير؟ يصير ترسبات بهذا بالطرف مال الجلد، العفو بالطرف مال الاظفر. انه شو يصير بها؟ انتم بتعرفون النيل بليت هو نهايه الاظفر، النهايه اللي من يمها نقرض احنا، هاي يسموها نيل بليت. هاي مرات شو يصير بها؟ يصير بها ترسبات، واضح؟ نتيجه اكو اصابه مثل عدوى او نتيجه اصابه ضربه، راح اراويكم اياها. شوف شلون تصير تضربات، يعني اسمها العفو، يصير بها ترسبات. بقى شباب، هذه شوف هاي الترسبات تصير بالأخير، وكأنما هذا بادي جديد وهذا بادي يموت، واضح؟ هذا نسميه احنا شنو؟ الأونكولايسيز. هذا الأونكولايسيز. بقت عندنا شي نشوفه بالأظفر هو الساينوسيز. الساينوسيز اللي هو شنو؟ أو قبل نشوف الساينوسيز، احنا راح نسوي تيست كابيلاري فاير. نجي نضغط على بداية الأظفر من الناحية اللي نقرر منها، نضغط في الثانيتين ونشيل إيدنا. المفروض خلال هاي الثانيتين، ما راح نشيل ايدنا، المفروض خلال ثانيتين يرجع، راح نجي نضغط ونشيل ايدنا، المفروض خلال ثانيتين يرجع الدم يرجع الاظفر وردي. اذا بقى الاظفر ما رجع، اتاخر اكثر من ثانيتين الا بده يرجع، معناته اكو فد مشكله، واضح؟ المشكله يا اما قلبيه يا اما تنفسيه، واضح؟ نتيجه من؟ نتيجه قله الاكسجين بالدم سبب انه قلة الاكسجين بالدم هي سببها.
وبعد راح أراويكم الأظافر اللي هي بها سينوسس. شوف الأظافر بها سينوسس، هذا بها سينوسس الأظفر. فإحنا نجي نسوي الكابيلاري فاض، وهذا نحتاج دائما عند جماعة المشاكل القلبية والتنفسية، وإن شاء الله راح أعلمكم عليه. شباب هاي المحاضرة انتهت، يمكن محاضرة مطولة، أول مرة تكون عندكم محاضرة مطولة، لكن أغلبها رسومات حتى تبين عندكم. حاولت أختصرها بكل الطرق. طبعا هو هذا تقريبا من ناحية تفاصيل أطول سيستم، بس أنا اختصرت إن شاء الله. راح نوضحها بالعملي، راح نجي وحدة وحدة نشرحهم بالعملي بعد ما شرحناهم هنا، وإن شاء الله يكون عليكم سهل وتتعلموا الرسومات. حاولوا تستفادون إنه بس طبقات الجلد جلد، وتعرفون إنه يعني الشعر هذا مثلا شلون، منين جاي، منين تتكون، والنيل منين يتكون، لأن تفهمون فيهم أنتم. يعني ما أطالكم بيها، بس كتشريح حتى تفهمون. بحيث مثلا قلت لكم إنه هنا تصير ترسبات بالنيل بليت، هاي النيل بليت أقصد بيها، شوفوا هذا المكان اللي إحنا نقربه، واضح؟ من قلت لكم كابيلاري فال، إحنا هنا راح نضغط على النيل بليت وننتظر إنه يرجع طبيعي. أنا خلصت محاضرتي، وشاكر حسن استماعكم.